إذا باش نعرفوا شحال كيوفر خصنا أولا نبداو بجمع المصاريف اللي عنده. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم درس ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية المجموع والفرق، الدرس الخامس من كتاب النجاح في الرياضيات للمستوى الخامس ابتدائي الوحدة الثانية. Donc les nombres entiers naturels, la somme et la différence. الأعداد الصحيحة الطبيعية المجموع والفرق. إذن في هذا الدرس هذا غادي نجمعوا مجموعة من الأعداد الصحيحة الطبيعية باستعمال التقنية الاعتيادية لجمع وطرح عددين صحيحين طبيعيين، مفهوم؟ وسأقوم معكم بإنجاز مجموعة من الأنشطة المتنوعة. نبدأ أولا بأنشطة الحصة الأولى. النشاط رقم 1، يتقاضى رب أسرة شهريا مبلغ 6500 درهم، يصرف منها 2300 درهما للكراء و300 درهم للنقل ومصاريف أخرى يبلغ مقدارها 3500 درهم ويوفر الباقي. إذا واحد الشخص كيتقاضى شهريا 6500 درهم، كيصرف 2300 درهم في الكراء و300 درهم للنقل ومصاريف أخرى تقدر ب 3500 درهم اللي خاصة بالمصروف والملابس إلى غير ذلك ويوفر الباقي. إذا ما هو المبلغ الذي يوفره شهريا؟ شنو هو المبلغ اللي كيوفر هذا الشخص هذا شهريا؟ شحال كيوفر؟ إذا باش نعرفوا شحال كيوفر خصنا أولا نبداو بجمع المصاريف اللي عنده. إذا هو أولا عنده 2300 درهم ديال الكراء، عنده 300 درهم ديال النقل، وعنده 3500 درهم ديالاش ديال المصاريف الأخرى. إذا أولا نبدأ بماذا؟ نحسب مجموع المصاريف، المجموع ديال المصاريف اللي عنده. داكوغ؟ إذا أولا نبدأ بماذا؟ نبدأ ب 3500، غادي نحسب العملية عموديا، زائد 2300 زائد 300 درهم ونجمع صفر 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 صفر، 5 زائد 3 يساوي 8 زائد 3 يساوي 11، اكتبوا واحد احتفظوا بواحد، 1 زائد 2 3، 3 زائد 3 6، إذن هي 6100 درهم. فهم هذا هو ماذا؟ هذا هو المبلغ اللي كيصرفو هاد الشخص. إذن شحال هادي بقالو؟ شنو خصنا نديرو؟ إذن لمعرفة المبلغ الذي يوفره ننجز العملية التالية. دونك غادي ننجزو عملية الطرح. إذا 6500 اللي كيتخلص بها ناقص ماذا؟ 6100 هو المصاريف. 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 1 4، و 6 ناقص 6 يساوي 0. إذا 400 درهم. إذا المبلغ الذي يوفره هذا الشخص شهريا هو 400 درهم، مفهوم؟ إذا 400 درهم هو المبلغ اللي كيخلي هذا الشخص شهريا، هو اللي كيوفره. النشاط الثاني، إذا نعتبر الأعداد التالية 6300، 13100، 11200، 8465. السؤال الأول، ما هو أقرب هذه الأعداد للعدد 10435؟ أقرب عدد ل 10435. إذا إلا لاحظتوا بأن 6300 بعيدة على 10435، كذلك 8465 بعيدة على 10435. كيبقى الاختيار ما بين 13100 و 11200. إذا غنجربوا، شنو غنديروا؟ إذا غادي نديروا الطرح ديال 11200 ناقص 10000. إذا 11200 ناقص 10435. إذا هنا أضيف 10 نزيل 1، أضيف 10 نزيل 1، أضيف 10 نزيل 1، دونك 10 ناقص 5 5، 10 ناقص 3 7، 12 ناقص 4 8، وهنا 0، وهنا كذلك 0. إذا 875. شوفوا 13100 ناقص 10435. إذا هنايا عندي أضيف 10، أضيف 10 نزيل 1، نزيل 1 دائما، أضيف 10 نزيل 1، إذا 10 ناقص 5 هنا 5، هنا 7،
هنا 11 ناقص 5 6، وهنا كذلك 3 ناقص 1 2، هنا 0. إذا 2675. إذا إذا لاحظتي 2675 كبيرة على 875، إذا فين هو العدد الأقرب للعدد 10435؟ هو 11200، عفوا 11200. سؤال 2، اختار عددين من بين الأعداد التالية، يعني 3215، 14350 و4826، ليكون ماذا؟ ألف. مجموعهما أقرب ما يمكن إلى العدد 7265. المجموع يعني غادي نشوف واحد جوج ديال الاعداد من بين هاد الاعداد بثلاثه بهم، اللي المجموع ديالهم غادي يكون تقريبا 7265. اذا غير بعيني بلا ما ننجز العمليه غادي يبان لي بان هاد العددين هما هادو، اذا 3215 و 4826، داكوغ. الى جمعتهم غادي يكون قريب على 7265. دابا باء، فرقهما أقرب ما يمكن إلى العدد 10000، يعني الفرق ديال العددين غادي نختار واحد جوج ديال الأعداد الفرق ديالهم غادي يكون تقريبا يساوي 10000. إذا هي 14350 ناقص إما هذه إما هذه، إذا ناقص هذه باش غادي يساوي لي تقريبا 10000. إذا 14350 و 4826، فهذا هو النشاط رقم 2. إذا هنا كان واحد السهو، هنا 10 ناقص 4 يساوي 6 وليس 7. إذا كما كان الحال راه ما غاديش يغير في الإجابة عن يعني السؤال. هادشي اللي كاين في الصفحة الأولى أو في الحصة الأولى من درس الأعداد الصحيحة الطبيعية المجموع والفرق. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا الحصه الاولى. ان شاء الله غادي نحاول ندير فيديو ديال الحصه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، غير تسناوني في الفيديوهات المقبله ان شاء الله، وزيدوا دعموا القناه، قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. تشكركم على الدعم والمسانده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.